أيها المتظاهرون الأبطال، أيها العراقيون الأحرار، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم هنا شباب العراق طلعنا بهاي الثورة الشريفة اللي لا يقودها لا ممثل لا مسؤول لا حزب. احنا هنا شباب طلعنا نطالب حقوقنا، نطالب من كل واحد باق حق العراق. احنا نريد وطن، نريد نرجع عراقنا. احنا كل شيء ما شفنا من حياتنا، احنا نريد العراق. عمنا خدتوا من عندنا العراق ليش؟ هاي الثورة لا تابعة لواحد ولا تابعة لحزب ولا تابعة لأي ممثل ولأي بشر، وما حد يدعمها. هاي ثورة الشباب، هاي ثورة العراق. نريد دعمكم، نريد دعم العراقيين ككل، نريد دعم العراقيين اللي بالخارج، يعني ناصرونا. احنا هنا مظلومين، جاي نتعرض يوميا للموت. ليش يوميا احنا نموت هنا؟ شنو ذنبنا؟ على شنو طالعين؟ احنا نريد حقوقنا، بس حقوقنا نريدها. نريد وطن نعيش بامان بكرامه. ليش جيتم مانعين من عندنا؟ سياسيين صار 16 سنه هنا بس كاتبين يقتلون، وهاي نريد حقوقنا. عمي الطلاب، رجاء رجاء الطلاب لا تخربون الثورة. أهم شيء بالثورة هي الاستمرارية. نطالب باستمرار الاعتصام الطلابي. الطلاب أهم شيء. الدوائر رجاء إغلاق جميع الدوائر لكي استمرار هاي الثورة. هاي الثورة عظيمة، ورجاء لا حد يخربها، لا حد يركب الموجة، لا حد يمثلها، لا حد أي واحد. هاي ثورة العراقيين، شباب العراق، شباب الجيل الجديد، الأبطال ومنصورين إن شاء الله.